Miss la Genève de Bruxelles, اللي طلبة ديالها كيتمكنوا من عرض هذا المسائل، وكان شرف كبير بالنسبة لجامعة بنفسها باش يتم تتشير هذا المركز مع السيدة السفيرة ديال المتحدة ديال شكرا. كان سؤال خارج الخلق والبنية الجديدة، واعتقد في القريب العاجل انطلاقة ديال البناء ديال الكلية المتحدة خصوصا في القصر الكبير، فهذه غتخفف الضغط على كلية الحقوق و بطنجة. المسألة الثانية، هناك واحد جوج د المدرجات اللي انتهى البناء ديالهم وغادي يكونوا يتسلموا في شهر سبتمبر بالنسبة للحقوق في طنجة، وهذه سي غتخفف من ذاك الآخر وغتكثر من عدد المقاعد المتوفرة الآخر. وكاين المشروع الثالث اللي هو مشروع مهم واللي الوزارة كتحت عليه، هو إنشاء مراكز للرقمنة باش الطالب يمكن يتوصل بهذا الدرس عبر وسائل التواصل بدون ضرورة الحضور، فهي غتكون مواكبة له، ولكن كاين الطالب بعض الفرق اللي حنا ما نقولوا غادي يكون التدريس على البعد كله، ولكن كاين الطالب كيعطيو جوج المواد كذا المواد كيمكن له يدرسهم على البعد، هو ديجا قراهم وعاد كيعاودهم، يمكن له يقراهم على البعد وعاد تسهل عليه، وهذه عاد تحد المكتبة. دونك هذو ثلاثة ديال المسائل اللي هما لورينتاسيون، اللي هي خصها تكون واحد لورينتاسيون أكتيف بالنسبة للطالب اللي كيشتغل. شكرا.